باب لا يقال السلام على الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو السلام، ولا يدعى لشيء بالسلامة إلا وهو قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزع عن كل نقص وعيب. فماذا نقول؟ نقول التحيات لله والصلوات الطيبات، وهذه طريقة الشرع. إذا غلقت باب المحرم فتحت باب الجواز، ولهذا نقول اللهم صل وسلم. الصلاة جلب الخيرات، والسلامة دفع الآفات. نعم.